السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مكملين في كورس النحو للثانوية العامة، وصلنا لاسم المفعول شرحناه في الفيديو السابق، وحسب لك رابط الكورس كله إن شاء الله تحت الفيديو دوت. النهاردة بإذن الله هنحل تدريبات اسم المفعول من كتاب الامتحان ثم من كتاب الأضواء. احنا في كتاب الامتحان صفحة 30 و31 في كتاب الشرح، وكتاب الأضواء في جزء النحو صفحة 30. نبدأ بمشيئة الله في السؤال الأول. بيقول لي في كتاب الامتحان ميز الإجابة الصحيحة لكل سؤال من بين البدائل التي تلي. اسم المفعول فيما يلي، اسم المفعول فيما يلي. قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. طبعا اسم المفعول يا جماعة احنا قلنا في فيديو الشرح ان دايما اوله في حالة الثلاثي ميم مفتوحة، وفي حالة غير الثلاثي ميم مضمومة. يبقى انا كلمة الامر وكلمة دابر الاتنين خرجوا برا الاختيارات. عندي مقطوع ومصبحين. مقطوع باينة جدا اهيت على وزن مفعول، وده اسم فاعل ثلاثي من الفعل قطع. رقم اتنين بيقول لي: خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. طبعا ألوفا وشيبي وباكيا خلاص يعني بينين هما، مفهومش ميم حتى، يبقى موجع القلب. موجع ديت اسم المفعول. رقم ثلاثة بيقول لي: المهضوم حقه كاره مجتمعه. طبعا نسيبنا طبعا من الألف واللام، فعندي كلمة المهضوم طبعا ديت اسم المفعول. طبعا بالنسبة لكلمة مجتمع ديت اسم مكان، وحق وكاره مش من أسماء المفعول. بعد كده بيقول لي اسم المفعول من الثلاثي واسم المفعول من غير الثلاثي لما فوق الخط فيما يلي. الجملة الأولانية قال تعالى: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. عندي كلمة معطلة ومشيد، معطلة من مضمومة هيت، والتانية مشيد أولها من مفتوحة، يبقى الأول من غير الثلاثي والثاني من الثلاثي الاختيار به. الأولانية من الفعل عطلة والطاء مشددة، و التانية مشيد من الفعل شاد بنى، شاد يشيد مشيد. قال الشاعر في رقم خمسة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بكر آمنة المبارك ذكره ولدتك محصنة بسعد الأسعدي. عندي كلمة المبارك ومحصنة الاتنين من غير الثلاثي، يبقى الأول والثاني من غير الثلاثي. رقم ب: مباركة من الفعل بارك أو بورك لو عايزين نقولها مبنية المجهول، ومحصنة من الفعل أحصن أو يعني إيه من الفعل المبني المجهول. عندي بعد كده رقم ستة: الإمام العادل محمودة سيرته مهيب بين رعيته. محمودة من الفعل حمدة، ومهيبة من الفعل هابة، يبقى الأول والثاني من الثلاثي. رقم جيم. عندي بعد كده يا شباب بيقول لي: الصياغة الصحيحة لاسم المفعول من الفعل فيما يلي: أعد طعام الغذاء. طبعا عندي كلمة أعد ده طبعا فعل غير ثلاثي، خد بالك، فاسم المفعول منها كلمة معد، يبقى معد طعام الغذاء اللي هو رقم ألف، إنما معاد ومعد ومعيد كل دول مش صحاحية. طبعا عندي بعد كده: يصون المؤمن حق الجار. يصون من الفعل صانة، يصون أهيت، يبقى مصون رقم جيم ميم مفتوحة وحذفنا واو مفعول. عندي بعد كده: يدعو المصلحون إلى ما فيه سعادة المجتمع. يدعو يبقى هحط ميم مفتوحة بس، هتبقى مدعو وضع في الحرف الأخير اللي هي رقم باء. عندي بعد كده بيقول لي: إيه سبب رفع الكلمات التي فوق الخط؟ قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. مجموع طبعا ده اسم مفعول عامل، وسبب عمله هنا انه اعتمد على موصوف اللي هو كلمة يوم. يوم مجموع يبقى الناس نائب فعل رقم دال. اسم الفعل هنا، اسم المفعول هنا مجموع عامل، عمل فعله المبني للمجهول. رقم 11 قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. طبعا معقود، الخيل معقود
معقود منونة هي واعتمدت على مبتدأ، وإيه اللي معقود؟ الخير في نواصيها، في مقدمة رأسها يعني. يبقى نائب فاعل اللي هو رقم باء. عندي بعد كده الطالب مهذبة أخلاقه، الطالب مهذبة. طب خد بالك بقى من الحتة ديت، ان انت تقول ازاي طالب مذكر ومهذبة، ما المهذبة هي الاخلاق مش الطالب نفسه. يبقى ديت نائب فاعل ومهذبة اعتمدت على مبتدأ. بعد كده بيقول لي ايه سبب اعمال اسم المفعول فيما يلي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طبعا مغبون اعتمدت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يبقى وصف لكلمة نعمتان، يبقى اعتمد على موصوف. رقم 14 بيقول لي: أغضبني مفكر مشوش فكره. طبعا كلمة مشوش هي اسم المفعول، مفكر ده اسم فاعل طبعا. طيب مشوش هنا اعتمدت على ايه؟ أيوة، على موصوف اللي هو كلمة مفكر، يبقى هنا اعتمد على موصوف برضو رقم ب. الحديقة المنسقة أزهارها جميلة. طبعا المنسقة هنا معرفة بالألف واللام. رقم د، صوب الخطأ. آخر سؤال بيقول لي صوب الخطأ في الجملة التالية: أمكافأ العاملون المجتهدين. طبعا الخطأ هنا الناس ما ممكن تروح لكلمة مكافأ، لا طبعا، ولا العاملون، هي كلمة المجتهدين. المجتهدين نعت للعاملون، والعاملون في الأساس نائب فاعل، يبقى مكافأ العاملون المجتهدون. بعد كده يا شباب نروح بقى على كتاب الأضواء وتدريباته في اسم المفعول. السؤال الأول بيقول لي: ميز صياغة اسم المفعول من الفعل أضاء في الإجابات، أو من الإجابات التالية. أضاء طبعا يبقى مضاء، اللي رقم ب، ده كده اسم مفعول من غير الثلاثي. رقم 2 بيقول لي: المعلم مشكور فضله. اسم المفعول في العبارة مصوغ من الفعل، طبعا هو الفعل مشكور من الفعل شكر، شكر ده ثلاثي، يبقى رقم ألف. رقم 3 بيقول لي: حقوق الوطن مصونة. حدد وزن مصونة من بين البدائل. طبعا خلي بالكم صانا يصون، يبقى مصون. مصون واو مفعول هي اللي ايه اللي محذوفة، يبقى مفعلة اللي هي رقم باء. بعد كده بيقول لي: العدو مقضي عليه. طبعا اسم المفعول في العبارة مأخوذ من الفعل، طبعا قضية يبقى فعل ثلاثي ناقص اللي هو معتل الآخر يعني يا جماعة. طيب رقم 5 بيقول لي: أمعطى المتفوق جائزة. أمعطى المتفوق جائزة، إعراب ما تحته خط، إعراب ما تحته خط في العبارة. طبعا أمعطى المتفوق، فالمتفوق هنا نائب فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع. طيب عندي بعد كده رقم 6: أناطق فو المؤمن الكذب. خدوا بالكم السؤال ده فيه يعني فكرة كويسة، بيقول لي: حول اسم الفاعل الناطق إلى اسم مفعول. طبعا اسم الفاعل بيعمل عمل فعله المبني، اسم الفاعل بيعمل عمل فعله المبني للمعلوم، أما اسم المفعول بيعمل عمل فعله المبني للمجهول. طب أنا عندي هنا كلمة ناطق فو المؤمن، فو طبعا هي فاعل لاسم الفاعل العامل، لما أجي أحول ناطق تبقى منطوق، يبقى هشيل الفاعل اللي هو فوق، وطبعا والمؤمن اللي هو المضاف اليه بتاعه، وتبقى منطوق الكذب. يبقى خلي بالك الكذب اللي كانت مفعول به في الجمله الاولى تحولت الى نائب فاعل. تمام يا جماعه، ركزوا في سؤال رقم 6 ده، في فكره كويسه. رقم 7 بيقول لي: أمكسون الفقير جلبابا. كلمه جلبابا هنا تعرب. طيب خد بالك هو كان اصل الكلام ايه؟ ان اللي بيكسو طبعا مثلا الغني او الله، الفقير كانت مفعول اول وجلباب مفعول ثاني. طب الفقير لما تحولت بقت نائب فاعل، جلبابا هت ايه؟ هتبقى مفعول اول؟ لا طبعا هتستنى زي ما هي، يبقى جلبابا هتعرب مفعول به ثاني منصوب بالفتح. طيب رقم 8: المنافق هان على نفسه فصار يهان. ميز الجملة الصحيحة عند صوغ اسم المفعول مما تحته خط. هان، هان من الفعل يهون، يبقى المنافق مهون على نفسه فصار مهانا. هان يهان مهان، يبقى الاختيار رقم جيم. بعد كده بيقول لي: التردد يسبب اضطراب الشخصية. نكشف عن كلمة اضطراب في مادة، خدوا بالكم عشان المادة هنا ما
محتاجة ان انا ابقى فاهم ان ايه الزيادة، هي الالف والطاء اللي هي كانت المفروض تاء، بس في حاجة في اللغة العربية بتسمى بالاعلال والابدال، فمن بعد حرف الضاد كنت هيبقى صعب ان انا نقول اضطراب بالت، فبقت اضطراب، فهو من الفعل ضرب، يبقى الاختيار رقم ب. يا رب يكون الفيديو استفدنا به، وإن شاء الله مكملين في الكورس بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.